نروح لخبر ثاني، وفي هذا الخبر عائلة كورية قطعت 8000 كيلومتر من العاصمة سئول لحضور مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة، وذلك بعدما جذبهم ما سمعوه عن إقامة حدث ضخم كهذا وسط الصحراء، فقرروا الحضور إلى المملكة ومشاهدتها على أرض الواقع. الله، هذا التعزيز طبعا لتراثنا وإرثنا وتاريخنا. صح. مهرجان بهذه الضخامة وبهذا الكبر، إن كل العالم يسمعوا عنا بهذه الطريقة ويكون عندهم فضول إنهم يعني ييجوا للمملكة العربية السعودية حتى يحضروا مهرجان الإبل تحديدا. والله يراهن مدامنا وصلنا لعائلة كورية، فيعني ما شاء الله. صح. هذا أندلي يدل على نجاح السياحة في السعودية، سواء قلنا يعني دائما نتكلم سواء كانت سياحة ثقافية رياضية أو سياحة بشكل عام، يعني للمواسم والمهرجانات والمناطق الطبيعية. بالعكس، خبر جدا جميل ويدعو للفخر. حلو، احنا دائما يعني الشعب السعودي دائما مرحب ودائما معطاء وكريم مع السياح هذول اللي قاعدين يجون. بالعكس، أنا يعني شخصيا قاعدة أشوف في كل الأماكن الواحد لما يطلع، حتى وتطلعين مطعم ترى دائما تشوفين أجانب جالسين ويبين انهم سياح، يعني باين انهم ما هم من المقيمين هنا. فبالعكس مبسوطه كثير بهذا الخبر. طيب خلينا